بس اتزوج قلتك رح صير اقضي كل وقت فراغي مع مرتي. انا بقول رح نصير نتخانق. بتعرفي وقت اللي رح اتزوج رح تصيروا تقولوا عني اني تغيرت. يا ترى كيف بدها تزبط معي؟ ايه ابني، نحن ما بدنا شي منك، بس بدنا اياك تكون سعيد بحياتك. طيب قلي لشوف، انت شو الشي اللي مخوفك من موضوع الزواج؟ لا ستي، القصة مو قصة اني خايف، بس كل المشكلة انه لهلأ لساتني ماني قدران اخذ القرار الصحيح ابدا. شو بدي اعمل بالنسبة للشغل وهالقصص هاي؟ ايش كل اللي بيشتغلوا ما بيتزوجوا؟ لا ستي بيتزوجوا، انا ما قلت هيك، بس بجوز اني انا روح على امريكا واشتغل هنيك مثلا. ايه روح على امريكا، شو ما في حدا تزوج وبعدين راح اشتغل بامريكا. ايه كلامك صحيح، انت معك حق، بس انا بقصد بلد يكون جديد وشغل جديد، لهيك انا شايفة مو زابطة اني اتزوج وانا بهي الظروف. ليش بقى مو زابطة؟ هي هاريش ابن الستواليا تزوج من فترة وراح على امريكا، ليكو الشاب ما صار معه شيء. اللي بقى انت من شو خايف؟